لو جينا نتكلم مع بعض على الـ differential equation of mass conservation، هنتكلم على الـ continuity equation بس في الشكل بتاع الـ differential form. احنا خدناها مع بعض في الشكل بتاع الـ integral form. معروف الـ conservation of mass ساعات بنسميها الـ continuity relation او الـ continuity equation، اللي هي معادلة اتصال او معادلة السريان بتاعة السوائل. بتقول ان الـ fluid mass cannot change، كمية الـ fluid mass بتاعت الماس بتاعت الـ fluid بتاعتي ما بتتغيرش. هنا بالنسبة لي هشتغل على كنترول فوليوم صغير قوي، عبارة عن element dx في element dz في element dy، وهيكون في عندك mass in وفي عندك mass out في كل الأوجه. يعني مثلا في عندك في اتجاه الاكس دي كده الماس in، وهتخرج في الناحية التانية mass out، كلها موازية لمين؟ موازية لاتجاه الاكس اكسس. نفس الكلام برضو عندك في الواي، في عندك mass in وفي عندك mass out، وفي اتجاه الزد هيبقى برضو في mass in وفي mass ايه؟ في ماس اوت. فهبتدي من النقطة اللي انتهيت عندها في شابتر 3، اللي هي جزئية الانتجرال ريليشن بتاعة الكونتينيوتي ايكويشن. دي كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول عندي لو في اتجاه 1 دايمنشن، كان بيقول عندي ان التكامل على الكنترول فوليوم بارشال رو بارشال تي في الدي في زائد الام دوت اوت، اللي هي عبارة عن الرو في الاي في الفي اوت، ناقص ام دوت ان اللي هي الرو في الاي في الفي ان، هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو. طب ده كنترول فوليوم صغير جدا، ممكن احاول اعبر عن تكامل الكنترول فوليوم بالشكل ده، اللي هو ايه؟ ان تكامل الكنترول فوليوم بتاعي ده هيساوي بارشال رو بارشال تي، اللي هي القيمه بتاعتها زي ما هي، وتكامل الكنترول فوليوم في الدي في اكنها دي اكس دي واي دي زد، اللي هي الفوليوم بتاعت مين؟ بتاع الكنترول فوليوم اللي موجود قدامك ده كده، وعوض بالقيمه دي هنا اهوت كده، واحاول اطلع الشكل بتاع الكونتينيوتي ايكويشن بتاعتي اللي موجوده. طيب احنا بالنسبه لنا هنا زي ما قلت في عندك فلو ان وفي عندك فلو اوت. طب تعالى نبص في اتجاه الاكس، الفلو ان بتاعي اللي ماشي هنا ده في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكس اكسس. هقول الفلو بتاعي بيساوي الام دوت بتاعتي بتساوي الرو في الاي في الفي. تعالى كده الرو موجوده اهي، السرعه يو بتاعتي اللي هي السرعه في اتجاه الاكس هسميتها ايه؟ يو. طب انا داخل كده عمودي على مين؟ على الاريا دي اللي هي كده في كده في كده في كده. طب الاريا دي عباره عن ايه؟ الطول ده عندي كده عباره عن الدي واي، والطول ده كده عباره عن مين؟ الدي زد. يبقى ده مضروبه في الدي واي في الدي زد، يبقى الرو في الاي فين؟ في الفي، اللي هي الترم ده كده اللي قدامي، الرو في الاي في الفي. طبعا الفي بتاعتي هي اليو، والاريا عباره عن دي واي في دي زد. لما تعدي وتمشي المسافه دي كده ماشيه في اتجاه الاكس، هتخرج الناحيه الثانيه بالشكل ده، الرو يو هتبقى زي ما هي، الرو يو مضروبه فين؟ في الاريا دي واي باي دي زد، بس الرو يو زائد تغير الرو يو. الرو يو التغير بتاعها عباره عن ايه؟ بارشل بارشل اكس في الرو يو في الدي اكس، اللي هي تغير بتاع الرو يو لما مشيت فين؟ مسافه عندي في اتجاه الاكس. طيب السهم ده بيمثل الماس فلو ان في اتجاه الواي، وده بيمثل الماس فلو ان في اتجاه سوري الماس فلو اوت في اتجاه الواي. يبقى دي الماس فلو ان في الواي، ودي الماس فلو اوت في الواي. لما يجي نبص كده هتخش بالرو في الفي في الدي اكس في الدي زد، انت هتخش هنا على الاريا دي اللي هي تحت عندك دي، عباره عن مين؟ الدي اكس مضروبه فين؟ مضروبه في الدي زد. يبقى الاريا الدي اكس في الدي زد في الفلوستي بتاعتي اللي في اتجاه الوجه ده هي الفي مضروبه في الرو. لما هتطلع الماس اوت هتبقى مين؟ نفس الاريا زي ما هي، هتخش برو في زائد بارشل بارشل واي الرو في في الدي واي، عشان هي ماشيه فين؟ ماشيه في اتجاه الواي. نفس الكلام برضو هخش هنا في اتجاه الزد بالرو دبليو في الدي اكس دي واي، وهخرج هنا بالرو دبليو زائد تغيرها في اتجاه الزد اللي هو بارشل بارشل زد الرو دبليو في الدي زد مضروبه في الاريا بتاعتي اللي هي الدي اكس في الدي واي. يبقى ده عباره عن الماس فلو ان في كل الاوجه، وده عباره عن الماس فلو اوت فين؟ في كل الاوجه. هحاول احطه هنا مكان الام دوت اوت ومكان الام دوت ان، واجمعهم على الجزئيه دي، واحاول اوصل للشكل بتاع الكونتينيوتي ايكويشن. لو جينا نبص كده على التيبل ده بشكل اوضح شويه، ده كان الماس فلو اوت وده الماس فلو ان. المفروض هتقول الماس اوت ناقص الماس ان. فلو قلنا مثلا في اتجاه الاكس اكسس كنت داخل برو يو دي واي دي زد، وكنت خارج هنا برو يو زائد بارشل بارشل اكس رو يو في الدي اكس مضروب في الدي واي دي زد. لو انت طرحت الترم ده من الترم ده هيبقى معاك ايه؟ بارشل بارشل اكس بس الرو يو
في الدي اكس في الدي واي في الدي زد. فلو جينا نبص كده للايكويشن بتاعتنا اللي هي بتاعت الكونتينيوتي، هنشيل تكامل الكنترول فوليوم وحطينا الترم ده اللي هو بارشال رو بارشال تي في الدي اكس في الدي واي في الدي زد. طب الترم ده جه منين؟ نتيجه طرح الترم بتاع ماس اوت ناقص ماس ان. زي ما قلت لو طرحت ده من ده هيتبقى معاك بس بارشال بارشال اكس الرو يو في الدي اكس في الدي واي في الدي زد، اللي هو بارشال بارشال اكس الرو يو في الدي اكس في الدي واي في الدي زد. نفس الكلام لو انت طرحت الترم بتاع الواي اوت ناقص الترم بتاع الواي ان، لو طرحت هيتبقى معاك ايه؟ بارشال بارشال واي الرو في في الدي واي في الدي اكس في الدي زد، بارشال بارشال واي الرو في في الدي اكس في الدي واي في الدي زد. لو طرحت الجزء بتاع الدبليو ده هيتبقى معاك برضه بارشال بارشال زد الرو دبليو في الدي زد في الدي اكس في الدي واي، بارشال بارشال زد الرو دبليو في الدي اكس في الدي واي في الدي زد. ده معادلة صفرية هتساوي زيرو. لو انت قسمتها في الطرفين على الدي اكس والدي واي والدي زد هيتبقى معاك ايه؟ هيبقى معاك الشكل ده اللي هو الشكل بتاع الكونتينيوتي ايكويشن في الديفرنشال فورم، اللي هو ايه؟ بارشال رو بارشال تي اللي هو التفاضل بتاع الدنستي بالنسبه للتايم زائد بارشال بارشال اكس الرو في اليو تفاضل الرو يو بالنسبه للاكس اكسس زائد بارشال بارشال واي الرو في الفي زائد بارشال بارشال زد الرو في الدبليو هيساوي زيرو. دي المعادله العامه بتاعت ايه؟ بتاعت الكونتينيوتي ايكويشن في الديفرنشال فورم. طب احنا اخدنا قبل كده الجزئيه بتاعت الجريد، احنا عارفين الجريد في اتجاه الاي بارشال بارشال اكس في اتجاه الجي بارشال بارشال واي في اتجاه الكي بارشال بارشال زد. فلو انا اخدت الكونتينيوتي ايكويشن دي بس في حاله الاستيدي فلو، احنا متفقين مع بعض الاستيدي فلو معناها مفيش تغير مع التايم، يبقى اكيد بارشال رو بارشال تي هيبقى بكام؟ بزيرو، يبقى الترم ده ما عادش موجود. لو الترم ده ما عادش موجود هيبقى معاك بس مين؟ بارشال بارشال اكس الرو يو زائد بارشال بارشال واي الرو في زائد بارشال بارشال زد الرو دبليو. يعني الكلام ده اكنه بيساوي جريد دوت الرو في الفي. ده الشكل بتاع الجريد، معروف ان الرو دي قيمه ثابته، يعني مش فيكتور، دي قيمه سكيلر قصدي. الفلوستي قيمه عباره عن اليو في اتجاه الاي، الفي في اتجاه الجي، والدبليو في اتجاه الكي. لو ضربت الجريد دوت الرو في هيديك الشكل ده اللي هو بارشال بارشال اكس الرو يو زائد بارشال بارشال واي الرو في زائد بارشال بارشال زد الرو ايه؟ الرو دبليو. طبعا دي الايكويشن تهمني في حاله ايه؟ الاستدي. حتى انا دي بس هزود البارشال رو بارشال التي. لو جينا نبص مع بعض في الحاله بتاعتي بتاعت السلندريكال كوردينيت او السلندريكال بولر كوردينيت، هنبص هنا هنجد عندنا هنا في القاعده بتاعتنا عامله زي دايره بتاعت الاسطوانه وبيكمل الارتفاع بتاعي في اتجاه الزد. هتلاقي عندك هنا ان هي في مثلا في اتجاه الار اللي هو خارج في اتجاه الراديال، السرعه بتاعتي في ار، الفي زد عندي موازيه للاكس بتاع السلندر في اتجاه الزد، في عندي في سيتا اللي هي السرعه في سيتا دي اللي هي المماس بتاعه الدايره بتاعتي اللي موجوده. يبقى في عندي ثلاث سرعات موجوده، الفي زد دي موازيه لاتجاه الزد اكسس اللي هي السلندريكال اكسس بتاعتي اللي موجوده، في الفلو طالع مثلا في اتجاه الار بسميها في ار اللي هي الراديال، في الفي سيتا بتاعتي اللي هي المماس للدايره اللي موجوده. طب في حاله عندي سلندريكال كوردينيت الكونتينيوت ايكويشن بتاخد الشكل ده كده، بارشال رو بارشال تي دي ثابته معايا مش مختلفه، زائد واحد على ار اللي هي الار زي ما قلنا الراديال بتاعي الريدياس بتاعي اللي موجود، بارشال بارشال ار الار في الرو في ار، زائد واحد على ار بارشال بارشال سيتا الرو في الفي سيتا، زائد بارشال بارشال زد الرو في الفي زد. الكلام ده كله هيساوي زيرو. اهم حاجه عندي تفهم بس اتجاهات الفلوسيس الموجوده، الفي ار زي ما قلت من المركز طالع لبره، الفي زد السرعه بتاعتي موازيه للزد اكسس، اللي هي الفي سيتا اللي هي مماس الدايره اللي موجوده عندي. طبعا الار من المركز لغايه عندي النقطه اللي موجوده على الدايره من بره، والسيتا بتاعتي اللي هي بتتقاس من البيس لاين، المفروض مثلا الار ده كان بادئ هنا في الاول وبيدور مثلا في الاتجاه ده كده، طول ما هو بيتحرك كده بيكبر معاه قيمه السيتا بتاعتك اللي موجوده. طيب لو جينا نبص كده على الاستدي كومبريسبل فلو، في حاله الاستدي فلو زي ما قلنا هيبقى بارشال الرو بارشال التي هيساوي زيرو. فلو بنتكلم على بارشال الرو بارشال التي هيساوي زيرو هيتبقى لك بس الترم ده اللي هو بتاع الاستدي فلو اللي هو عندك ما عندكش تغير في التايب بالنسبه للدنستي الموجوده، هيبقى عندك بارشال بارشال اكس الرو يو زائد بارشال بارشال واي الرو في زائد بارشال بارشال زد الرو دبليو. طب ده في حاله الكارتيزيا اللي هي اكس واي وزد. طب في حاله السلندريكال كوردينيت
تاخد الشكل ده كده، عندك بارشال رو بارشال تي تبقى بزيرو، هيبقى معاك بس الترم ده كده اللي هو واحد على ار بارشال بارشال ار الار في الرو في ار زائد واحد على الراديوس بارشال بارشال سيتا الرو في البي سيتا زائد بارشال بارشال زد الرو في زد هيساوي زيرو. طيب في عندي حالة تانية برضو معروفة، حاجة اسمها incompressible flow، اللي هي الدنسيتي بتاعتي بتبقى تغيراتها قليلة قوي، يعتبر اكيد الدنسيتي بتاعتي قيمتها ثابتة. لو الرو عندك قيمة ثابتة، لو جينا نبص كده الرو دي بقت قيمة ثابتة، يبقى اكيد البارشال رو بارشال تي بكام؟ اكيد بزيرو. طب برضو الرو ثابتة هتطلع ايه؟ تطلع برا التفاضل. الرو ثابتة تطلع برا التفاضل، الرو ثابتة تطلع برا التفاضل، هيبقى معاك مين بس؟ بارشال يو بارشال اكس اللي هنا، بارشال يو بارشال اكس، لانك هتقسم في الاخر على الرو كلها، هيبقى معادلة عشان دي معادلة صفرية عندك. طب هنا بارشال في بارشال واي، هنا هتبقى بارشال الدبليو بارشال الزد. يبقى عندي في حالة انكمبريسبل فلو شكل الكونتينيوتي اوبشن بياخد كده، اللي هي تفاضل السرعة في اتجاه الاكس بالنسبة للاكس، زائد تفاضل السرعة في اتجاه الواي اللي هي الفي بالنسبة للواي، زائد تفاضل السرعة في اتجاه الزد اللي هي دبليو بالنسبة للزد هيساوي زيرو. طب عندي في حالة بقى السلندريكال كوردينيت، زي ما قلت كده قيمة الرو ثابتة، يبقى بارشال رو بارشال تي هيبقى بزيرو، الرو هنا تطلع بره التفاضل وتتقسم في الآخر على الطرف التاني عشان بيساوي زيرو، هيتبقى معاك ايه؟ واحد على ار بارشال بارشال ار الار في الفي ار زائد واحد على ار بارشال بارشال سيتا الفي سيتا زائد بارشال بارشال زد الفي زد هيساوي زيرو. طبعا واضح ان الترم ده زي ما قلت هيساوي زيرو، هتطلع الرو هنا بره التفاضل وهتطلع الرو هنا بره التفاضل وهتطلع الرو هنا بره التفاضل وهتقسم الطرفين على الرو هيديك الشكل ده. يبقى كده عرفنا الانكمبريسبل فلو شكل الكونتينيوتي ايكويشن عامله فيه ايه، والشكل عندي بتاع الاستدي فلو. طيب لو جينا نشوف مثال على جزئيه الكونتينيوتي ايكويشن في الديفرنشال فورم، بيقول لي هنا هو اكزامبل 4 3، ان انكمبريسبل فيلوسيتي فيلد از جيفن باي، في فيلوسيتي فيلد مذكور عندي قيمته بتساوي يو بتساوي a في اكس سكوير ناقص واي سكوير، الفي بتاعته انون، الدبليو بتاعته بتساوي بي، وير a و b عندي عبارة عن كونستنت قيمتهم ثابتة، وات موست ذا فورم اوف ذا فيلوسيتي كومبوننت في بي، عايز احسب قيمة الفي. طيب بالنسبة لي هنا هو مديك اليو مديك الفي مديك الدبليو، طالما قال لك انكمبريسبل فلو هروح اتعوض بالشكل ده، هو عندي الشكل بتاع الكارتيزيان اللي هو بارشال يو بارشال اكس زائد بارشال في بارشال واي زائد بارشال دبليو بارشال زد هيساوي زيرو. طب تعالى نعوض بالكلام ده هنا كده، لو جينا نعوض هياخد الشكل ده، شلنا قيمة اليو حطينا قيمتها اللي هي a في x سكوير ناقص y سكوير، a في x سكوير ناقص a y سكوير، ال v معرفهاش احطها بارشال v بارشال y زي ما هي بارشال v بارشال y، هنا بارشال w بارشال z، ال w بتساوي ال b يبقى بارشال b بارشال z هيساوي زيرو. طب قال ال b بتاعتي كونستنت وال a بتاعتي كونستنت، يبقى بارشال بي بارشال زد بكام؟ الترم ده هيبقى بزيرو. طب هنا بفاضل بالنسبة لإكس، يبقى التفاضل بتاعت ناقص اي واي سكوير أكيد بكام؟ بزيرو. طب تفاضل اي اكس سكوير هيبقى باتنين اي اكس. طب لو الكلام ده باتنين اي اكس زائد بارشال في بارشال واي، ده يخلي قيمة بارشال في بارشال واي هتبقى ايه؟ تبقى ناقص اتنين اي اكس. هنا كان عندي اتنين اي اكس، هتعدي في الناحية التانية بناقص 2 ax. طب طالما البارشال v بارشال y بيساوي ناقص 2 ax، عايز احسب ال v هعمل ايه؟ هعمل انتجريشن للطرفين في اتجاه مين؟ في اتجاه ال y. لو انت كملت بارشال v بارشال y هيديك ال velocity بتاعتي function في x و y و z و t، تكامل 2 ax بس بارشال بالنسبة لل y هيبقى 2 ax في y، عشان القيمة دي قيمة ايه؟ ثابتة، يبقى ناقص 2 ax في y زائد فانكشن ما تكونش موجوده في الواي، اكيد موجوده فين؟ في الاكس والزد والتايم. يبقى اهم حاجه عندي طالما قال لي انكمبريسبل فلو وانا بتكلم في الكارتيزيان، يبقى هطبق القاعده بتاعتي بتاعت بارشال يو بارشال اكس زائد بارشال في بارشال واي زائد بارشال دبليو بارشال زد هيساوي ايه؟ هيساوي زيرو.